ومسؤول المقاولين العرب شايفين ان اللي بيحصل حاليا ده اقل ما يوصف عنه انه فوضى محدش شافها قبل كده في تاريخ الرياضه، ومشددين على عدم خوض اللقاء حتى الان. يا ترى ايه اللي هيكون او ايه اللي هيحصل رد فعل النادي المقاولين النهائي اللي هيحصل في الفتره اللي جايه؟ هنشوف طبعا. طيب هنشوف مين المهندس محمد عادل المشرف العام على كرة القدم في نادي المقاولين العرب، ايه اللي هيحصل من نادي المقاولين ورد فعله ايه؟ اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك واهلا بيك. اخبارك يا باشمهندس؟ اهلا يا كابتن مهيب، ازيك؟ وحشني. تحياتي ليك وللساده المشاهدين. ربنا يخليك يا فندم. واخبارك وعامل ايه؟ وطمني على يعني الاحداث اللي بتحصل، وهل في فعلا خطاب جالكو ان مباراه الزمالك هتكون يوم السبت القادم باذن الله؟ والله يا كابتن مهيب انا حزين جدا وزعلان على الحال اللي حصل دوت، وحال الكره المصريه بهذا الشكل. هذا الشيء لم يكن متوقع ابدا من اللجنه اللي تم تعيينها لاداره الاتحاد خلال المرحله اللي جايه. مع اول موقف انا الحقيقه شايف ان في لا خبره ولا دي فوضى، بمعنى كلمه فوضى. انت اكلت ماتش الاهلي والزمالك ومعك حق الدواعي امنيه، خلاص مش مشكله، تمام، تحطها في اي مكان تاني. انما المقاولين اللي عنده ماتش مع اسوان لا ما تلعبش اسوان وروح لعب الزمالك، مين يقول كده؟ مين يقول ان انت النهارده فين المساواه؟ المسابقه دي اساسها انا هلعب الماتش المباراه في الاسبوع الخامس والأندية كلها بتلعب الرابع، طب أنت عايز كده؟ أجل الرابع كله والعب الخامس. أنا مش لاقي أي معنى غير قلة خبرة، سوء إدارة، مفيش فكر، تمام؟ طيب باشمهندس اسمح لي اسمح لي بس يعني واحدة واحدة مع بعض. هل أنت طبعًا أنا جالي يمكن على الرسايل والتصريحات والقرارات إن ماتش المقاولين والزمالك هيكون يوم السبت. هل في خطاب جالك قبل ما يتم الاعلان عن توقيت المباراه؟ الخطاب جالي النهارده الصبح. الكلام ده اعلن بالليل. الخطاب ده جالي النهارده الصبح. تمام. حتى تعودنا من اللجنه السابقه ان بيبقى في تفاهم مع المسؤولين من الانديه والاتفاق قبل اعلان القرارات. ايوه. انما هذا بص يا مهيب عشان بس نبقى واضحين، انا بقى لي 40 سنه في الكوره. طبعا. تمام. طبعا. وشفت تأجيلات كتير لكن ما شفتش تأجيل بيحصل بهذا الوضع. ان انت تأجل ماتش وبعدين تلعب التاني ماتش، يعني انا ما شفتش كده ابدا. متأجل ماتشات بتتأجل ماتشات، انما ان انت تأجل لفرقه وبعدين فرقه تانية هتلعب بعد بكره ماتش تقول لها لا لعب فرقه ثالثه، ما حصلتش. وطالما الامن قال مش هنلعب ماتش خلاص مفيش مشكله، يعني خلاص احنا ما عندناش اعتراض. وانا عارف النادي المقاولين العرب لو كان حتى طرف فيه مش معترض على الامن بالظبط، انا عارف، انا بوضح بس ان انت اعتراضك على ان انت خليت مباراتي مع الزمالك كده دون سابق انذار وكده. بسم الله الرحمن الرحيم، هتلاعب الزمالك يوم السبت ده، ما انا معاك في دي. لكن لو حتى نادي المقاولين العرب او اي نادي سواء الاهلي او الزمالك طرف المباراه والمباراه دي اتقال انها تتاجل عشان يعني في حاجه دواعي امنيه، خلاص محدش بيتكلم خالص. ده شيء مفروغ منه وغير قابل للطرح للمناقشه. تمام. احنا كلنا بنحترم قرارات الامن. جميل. كلنا بنسعى لاستقرار الدوله، رغم ثقتي الكامله وان هناك استقرار والحمد لله والامور ماشيه، ولكن طيب بنحترم الرؤيه الامنيه. طب القرار ايه دلوقتي يا باشمهندس؟ هل هتلعبوا مع الزمالك يوم السبت؟ احنا دلوقتي مبعتين للاتحاد النهارده بنعترض على هذا القرار، ومجلس الاداره بكره في انعقاد لتحديد الموقف النهائي بناء على الرد اللي احنا منتظرينه من الاتحاد. تمام. الاتحاد قال لك ايه؟ هتلعب المباراه يوم السبت. والله احنا بعتنا النهارده ووارد ان كل شيء يتغير. يبقى انت عندك معلومه ان ممكن مجلس الاداره بكره لدراسه هذا الموضوع واعلان الموقف النهائي في هذا الكلام. طب ومباراه اسوان؟ انا مش عارف والله، انا اسوان فين من الموضوع، ما اعرفش يوصل اسوان على هذا الكلام.
تمام، بشكرك شكرا جزيلا طبعا المهندس محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولين العرب على هذه التوضيحات.